صافي صافي مزيان. إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث مباشر من قلب محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء والأصول القانونية، ولكن أيضا السادة القضاة. خطأ طبي، واش مولدة ولا ماشي مولدة؟ أنا في الباب كنسجل عقد الدار، واش بداو عيطوا عليا؟ لا مازال مازال هو صافي تيبداو ديالي عيطوا عليا، أنا في الباب بالبوليس في الباب. إذن يلا كيف ما صوري سبق عليا. لي وأشرت أننا اليوم أمام قضية رأي عام لهزات الرأي العام المغربي، واللي كيف ما قلت لكم أي مرة غادي تحس اليوم بكوثر وغتحس بالإحساس ديالها. كوثر، أنت فرحانة أنك تلقيتيني وأنت أنا فرحانة أنني السلام تلقيت. عليكم غدا، شكرا بزاف على الحضور ديالك معايا، وفعلا انا فرحانه قسما بالله اللي تلاقيتك. واش غنقول لك، انا الفضل كيرجع للصحافه، الخير ديالهم ما غنساهش، الخير ديالكم كاملين ما غنساش، لان هما انتوما اللي رجعتوا لي القضيه، قضيه راي عام من بعد 6 سنين، 6 سنين ديال سنين ديال التماطم. المعاناة. عندك ترجعي بالورانية على الدرج، عودي لي باختصار كوثر شنو كان وقع لك باش نقربوا المواطن انا المغربي والمشاهد الكل المغربي. ولا عارف القضيه ديالي، مشيت غير نولد عند قابله عندنا في المحمدية، علاش مشيتي شعرت عند قابلة ولدي؟ بحكم هي راه صاحبتي وكل شيء، كنا كنولدوا عندها الأم ماشي البنت. زعما انت في 2000 يعني دابا 6 سنين، الناس كيمشيو للطبيب، كيمشيو لعند، كاينين طبيبات اختصاصيات ديال التوليد. تنعرفوا ان القابله ما بقاتش في المغرب، كيمشيو الناس عند الاطباء المختصين. هذا خطأ درته أنا، ولكن ما كنتش متعمدة، لأني كنقول صاحبتي وكنعرفها، راه كانت عندي علاقة معاها. فاذا به كيوقع هذا المشكل اللي هو انني مشيت غير نولد، دخلت بخير وعلى خير مع 8 ونص ديال الصباح، حتى كنخرج كيدوني في سياره الاسعاف، ولدتي ولات مع الخمسه ورباع. هو انا دخلت مع 8 ونص، داروني دخلت حتى الخمسه بحكم هما اللي عندهم الستيل والورقه كيديروا اللي بغاو. داوني، جاتني نزيف حاد عندهم، داوني لا ما للكلينيك. كايناش هادي عندهم ستيلو الورقه، كاينه واحد الحاجه سميتها كاميرات المراقبه عندهم 8 اللي ديال كتوثق الكاميرات. معاش دخلتي ومعاش خرجتي، انت قولي اللي بغيتي وهما يقولوا اللي بغاو، وكاين كاميرات المراقبه راه غادي تثبت كل شيء. فكنزاره انا الكاميرات طلبتها في الشرطه القضائيه، طلبت بالكاميرا، طلبت في التقديم، طلبت في الجلسات، عندهم 8 ديال الكاميرات. لو تجبدات غير كاميرا واحده من دوك 8 الكاميرات كان كل شيء غيسالي في دقه واحده، ولكن ما بغاوش يجبدوا الكاميرات مناش، خايفين انا كيقولوا كدابه. هي كتخرج في لي كومونتير غير مؤخرا كتقول انا كذابه والمحكمه حصلتني كذابه. واش كذبتي عليا ما زعما؟ عرفتش علاش شنو المعطى المحكمه، اللي عطيتيه كاذب حسبها هي؟ ما عرفتش هي اللي قالت هذه الكلمه. اما انا سؤال جواب، وكنظل نرى الملف ديالي في المحكمه الابتدائيه، شكرا للهيئه اللي كانت حكمت ليا. واخا فاش كذبتي شنو وقع لك؟ ما دخلتي عرفتش. تولدي ولدتي شويه لقيتي راسك في سياره الاسعاف، ما عرفتش شنو وقع. هو المشكل كتنكر بانني انا هبطت في كرسي متحرك، قالت لك انا هبطت على رجليا، وانا اللي كنعاود نقول وكنشارك مع الراي العام كنقول لهم غير كاميرا وحده كانت علاش ما بغاش تجبد الكاميرا؟ عاد ولدتي وتهبطي على رجلك؟ لا ولدت مع الخمسه وربع، ومنين جاني النزيف راه ما هبطتش حتى شي 10 ونص، مع 11 عاد جراو بيا حتى ال 11 بحال هكاك. جاني النزيف حاد اللي فيه التقرير ديال الدكتور اللي حيد لي الوالده، قال لهم لولا لطف الله كانت في التقرير انا كانت غتموت. ونزيف جيتي حاد الساعه منين هزوك كلينيك، كلينيك بريفي كلينيك. والغريب في الامر هما قدام الهيئه ديال محكمه الاستئناف مشكوره، كيقولوا بانني انا اللي اختاريت الكلينيك. كيفاش انا غنختار الكلينيك وانايا كنت عندي نزيف حاد وكنت غيبت؟ راه ما فقت انايا، حتى جات هي وديك المره اللي ماتت اللي جابوها خيطات ليا وجات بنتها، عاد انايا فقت. وكيقولوا انا اللي اختاريت الكلينيك. تبعوك الكلينيك تمن الدم راه شرا لي راجلي، هما كيقولوا في قدام الهيئه كيقولوا بان هما اللي تكلفوا، كاين الطبيب كاين الكلينيك. راجلي الطليق ديالي حاليا هو اللي حط الشيكات، هما لحوني تما ومشاو. طلقت فيها كوثر؟ طلقت بسبب ورا طلقت، راه لك خويا خاص الكل يعرف انني انا علاش مناره، لان انا كنت في داري وكنت بخير، وانا طلقت بسبب هذا المشكل. ما عنديش الرباح نخرج نكذب عليها، واش انا عندي الرباح نطلق ونخلي بنتي كتكبر 6 سنين مع جدها وكتكبر بعيد عليا؟ راه ما يمكنش. ولكن انا الكل خاصو يعرف، راه بقيت متشبته بالملف ديالي لان انا عارفه راسي قايله فيه الحق. يعني الملف بسببه، يعني الزوج ديالك تلقى بسبب انك حيتي الوالده. والمشاكل والصداع وليت كنتعاير بها وليت كنكذبش عليك، يعني خربوا لي الحياه ديالي، ومازال كتقول كطاردني في لي كومونتير وكتبغي باش تقلب عليا الراي العام. ولكن انا بالراي العام انا وصلت للاتجاه الصحيح. واش من الخطا اللي دارته هذه المولده؟ ما ولدتنيش الام، ولدتني البنت. الام مشات معروضه بحكم النهار اللي ولدت فيه عايشه ورا 30 شهر 2019. انت ما عرفتيش ان البنت اللي غادي تولدك؟
لا ما ولدتني شفتيهاش؟ الكاتبة، راه الكاتبة اللي ولدتني خلات لي بنتها غير هاي معاكم، أما الكاتبة اللي ولدتني وشفتيها كتولد في، ما قلتيش لها الزين شنو ما كانت دي؟ يمكنش، هي راه 22 عام وهي معاها في الدومين، وبنتها راه كتحك لي على كتصبرني على الوجع، واخا البلاصة اللي كنتي كتولدي فيها فيها الكاميرات؟ كلها كاميرات 8 من الباب من المدخل، وباها عنده قهوة لاصق على هذا المحل، ورغم ذلك ما بغوش يجبدوا الكاميرات واخا اللي 8. حيت هادشي اللي كتقولي فيه خطير، ان الكاتبه هي اللي تولدك. ولدتني ما عرفش كاتبة انا الكاتبه تولدك واللي هادشي راه خيطت ليا، واحد المرة راه ماتت هي في دار الحق وحنا في دار الباطل، هي اللي خيطت ليا ونكروها، وين لك المرأة هي اللي كانت كتهز ليا الدب، لأن هما كانوا كيحيدوا ليا الدب تما باش يديروا ليا التحاليل، وأنا كنقولها وكنعاود نقولها، أنا اللي كنت ظالمة الله يبين فيا الحق، كانوا ظالميني بغيت حقي، لأن مشات ليا صحتي. هادشي ما فيش كانوا ظالميني كوثر، حيت هادشي اللي كتقولي فيه إلا تبوت فعلا أن هادشي اللي كتقولي فيه راه خطير، أن كاتبة ولدك ولكن وانت غادا عند شنو؟ ساج فام والسكرتير ديالها هي اللي تولدك، وان وحده مسكينه ما عندهاش كاع ما قاريه الطب ما قاريه التمريض ما قاريه حتى شي حاجه، هي اللي تهز لك الدم وهي اللي تخيط لك، هادشي راه خطير جدا اذا ثبت فعلا هادشي اللي كتقولي وعندك ما يثبت. راه عندي ما يثبت، راه المشكل هاد الناس راه لا هو اللي كيكذبوا، عندك انت ما يثبت، عندي الشهود، كاينين الكاميرات انا بغيت نعرف شكون الشهود؟ الشهود كانوا جاو على الزياره عندي لا ولكن شكون كان معك فاش كانت كلهم. كتولد فك؟ لا كانت اختي، كان راجلي، كان كلشي اللي هو الطليق ديالي حاليا، كاينين الكاميرات سبق من هاد الناس اللي ممنوع يشهدوا لان قرابي ليا، قرابي لك خسرت القرابه، كاينين الكاميرات، انا بغيت نعرف سؤالي الوحيد، علاش ما جبدوش الكاميرات؟ لو انا طلعت او عنفتها او درت شي حاجه راه كانوا غيجبدوا الكاميرات، او شي شخص طلع وسرق لهم غير موبيل حاشاكم راه غادي يجبدوا الكاميرات، انا علاش ما تجبدوش؟ هذا هو السؤال المطروح. ومن هذا الشيء كله شافت الراي العام الضامن معايا والناس الله يرحم لهم الوالدين ديال محكمه الاستئناف، كنشكرهم واحد بواحد وعلى راسهم السيد وكيل العام اللي عمرني غنسى خيره، والصراحه انا بالراي العام وبالصحافه وصلت الحمد لله كنقول بعد وصلت. الولاده بشحال حيدتي الوالده كوثر؟ ثلاثة السوايع ما أربعة السوايع حيدت. واش عطاك الطبيب تقرير بأن عطاني. بسبب الخطأ اللي وقع عطاني. لك في الولادة تحيدت لك الوالدة؟ عطاني التقرير، الخبراء عطوني التقرير، هما ضربوا في الخبراء، ضربوا في التقرير الخبراء، ضربوا في الشهود، ضربوا في التقرير ديال الطبيب اللي حيد لي الوالدة، كلشي هما كيقولوا حاجة وحدة، كذبت كذبت، ولكن اللي كان غيوثق واش أنا كاذبة ولا هما كاذبين الكاميرات. يعني من 2017 وأنت متابعاهم؟ راه قلت لك جاني فيها السكر. شحال الوليدات عندك هكا؟ عندي وليد وبنيته الله يخليهم لك امين، انا شو الصحه ديالك انت كتشوف انت كتشوف، اقسم بالله بك الناس انت رجلت انت الا ما شربت كونتي تقيل صعيب باش نتكلم عاد شويه انا ما كنقولش فيها هذاك راه كلشي ولا كيشفق راه جاني السكر جاني العصاب جاني كلشي، انا الناس ما عارفينش علاش ما بغاش تخرج من الصراح، انا ملي كنخرج راك عندي الوثائق، علاش هاد السيده انا كدابه تخرج من الصراح؟ شحال كانت من عامين صاحبه معاك؟ من 2001 2002 صاحبتك عرفتني باب الجيراننا وبقات العلاقه بيني وبينها. ما تلاقيتوش ابخي باش تحلوا الموضوع وديا يعني. صيفطات لي با وصيفطات لي خوها وواحد السيد هو اللي كتدخل بيناتنا، تلاقوا معايا قلت للراجل قال لي بنتي سبب ما تدخلت المحكمه عمر ما شافت المحكمه، قلت لي واخا بنتك قدي الغلط كيوقع ولكن مرتك بعقلها تقدر تعترف نعطيك التنازل عمرك تشوفني في المحكمه، قلت لي انا دخلت مع 8 ونص وداروا لي 5، مرتك ضربت لي الوالده ومشات مع 11 ونص 12 داروها ما كايناش، السيده جات خيطات لي نكروها، قلت لي تعترف، قال لي عمر مرتي تقدر تعترف بهذا الشيء حيت غتمشي للحبس، وكاين السيد اللي سربانه في ذاك المطعم اللي مشينا ليه. واش باقي كتمارس المهنه هي دابا؟ في الاول كان نائب المعتقل حيد لها في التقديم، حيد لها الضمانات كاملين وعطى امر الضابطه القضائيه ديك الساعه قدامنا يتحيدوا لها جميع الضمانات ديك الساعه باقي ترجع تخدم. باقي رجعت تخدم. هذا هو هذا هو اللي بغيت نعرف. نعم. كلشي مثبت عليها. تم الحكم الابتدائي واخا تعانيت فيه 6 سنين ولكن الحمد لله صدر في حقي، كنشكر الهيئه. اللي جات مساكن غير برانيين جمعيه حقوق الانسان في المحمديه وعندي وتليت في هذا الشيء عند نائب السيد وكيل العام وعند كل شيء في التدوينات، قال لي عيرني وغنعطيك كل شيء باش تقراي. وهذا راجل هذا اللي تعاير مع المراه، هذا الشيء علاش انا بقيت متشبده في البلد ديالي لان ظلموني وتهدوا عليا وكرفصوني مع الناس ديالي. واخا كتعالجي ضروري اش كيقول لك الطبيب شنو يعني؟ حدو كيقول لي دير صحتك
راه اللي عطاه الله عطاه. مؤخرا مشيت عنده غير هذه واحد السيمانه كيقول لي اللي عطاه الله راه عطاه، ولكن انت حاولي على صحتك غدا وكتدهور ماشي غدا كتحسن. والله يفاجئها عليك كوثر، الله يفاجئها عليك. انت شنو الرساله ديالك اليوم المغاربه اللي تضامنوا معاك، ورساله ديالك للقضاء ديالنا النزيه اللي اكيد انت عندك فيه الثقه؟ بطبيعه الحال عندي فيه الثقه، انا ما عمرني كنت ضد القضاء لان ماشي كل شيء خيب. انا كنشكرهم كاملين حتى السيده الوكيله السيده رابحه من المحكمه المحمديه كنشكرها بزاف، كنشكر الناس اللي المحكمه المحمديه. انا ما عنديش معهم مشكل الا البعض راني حطيت الاسامي ديالهم لان تعدوا عليا، وكنشكر الصحافه واحد بواحد، وكنشكر السيد وكيل العام والنائب ديالو والاستاذ ديالو والسيد رئيس اول والراي العام. كنقول لكم ضامنوا معايا، انا راه مشات لي والدتي ومشات لي حياتي ومشات لي صحتي، بقاو معايا وعمرني غادي ننسى هذه الوقفه اللي وقفت. بغيت انا ناخذ حقي، الا مشات لي صحتي ومشات لي والدتي ناخذ حقي. شنو هو حقك؟ شنو اللي تبغي؟ حقي انايا، انا معاهم في الملف تحكم لي في صريحي في الابتدائيه، انا بغيت حقي. الوثائق اللي تبنى عليهم الحكم الاولي تبنى. شنو الحكم اللي تحكم لك في الابتدائيه؟ تحكم على 20 مليون تعويض و10 الحبس نافذه وما 6 شهور في التورسي وغرامه المحكمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. ولو ان الفلوس ما عمرهم تيعوضوا الصحه، ولكن كتبقى دوك التعويضات المدنيه اللي كيطالبوا بها المحكمه، وايضا يعني حتى الاحكام كتبقى كتبرد خاطر ديال اي واحد. مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم معكم هذا البث المباشر، حنا عارفين ريوسنا اننا راه هنا في 2023 وفي هذا القرن هذا، راه اللي مريض راه كيمشي للطبيب، اللي بغات تولد كتمشي للطبيب، كتمشي للمستشفى، كتمشي للمصحه. راه سيدنا الله ينصره، راه جميع المستشفيات ديال المملكه داير فيهم قسم ديال التوليد مجاني مجاني. راه بعدا السبيطارات كلهم كارثيين، ولكن ملي كتدخل الماتيرنيتي كتلقاي فيها الضوء، لان صاحب الجلاله الله ينصره دار للامهات المغربيات انهم يولدوا بالمجان. وايضا كاين المصحات الخاصه، لان كيقدر يجيك نزيف، يقدر يجيك بزاف د الحوايج. ما يمكنش واحد الانسان ما قريش الطب غنمشي نولد عندها، ولا جاني غير نزيف. عباد الله فينا هي الاغاثه اللي غتغيثني؟ فينا هو الانعاش؟ فينا هو؟ ولهذا نمشيو للطبيب، ما نديروش هاد الاخطاء. بان باقي الناس كيجيبوا الوالده القابله للدار، كاين اللي تجيب القابله للدار وكتموت ليها التربيه، ولا كتموت ليها المراه وكيوقع هادشي. كان في يامات والدينا وجدودنا كانوا الناس ما عارفينش، وكان الطب قليل. اليوم الحمد لله راه حنايا كنتمنوا من كوثر انها تاخذ حقها وانها تنصف. ربي شكرا بزاف فاطمه الزهراء على الحضور ديالك، الله يفرحك. الله يفرحك. الجلسه ديالك سمحوا لي عندي جلسه ديالك وقت الله يعاونك. الله يعاونك. اذا مشاهدينا الكرام، هذه هي تفاصيل قضيه كوثر، الى اللقاء في بث اخر باذن الله.